ازيكم يا شباب، اهلا بكم. معاكم صبري من قناه جيمز وورلد. وفيديو النهارده زي ما شفتم العنوان هو ازاي تشغل لعبه مسايد ميتا جيرل على الاندرويد بتاعك النسخه الكامله، ممكن تركب على التعريب والمودات اللي بتنزل ليها كمان. حابب اعتذر عن الفتره اللي فاتت اللي انا انقطعت فيها، ودي كان بسبب الدراسه، وحاول انتظم معاكم الفيديوهات الجايه من غير ما اطول عليكم. لو انت جديد معانا في القناه ما تنساش تبص على الفيديوهات اللي فاتت. وحابب اعرفك ان اللعبه دي كانت ترند في الفتره اللي فاتت بطريقه غريبه، بما انهم كانوا بيقارنوها بلعبه من سوني كانت تكلفتها بالمليارات عشان يعملوها، مقارنه باللعبه دي اللي كلفتها تقريبا 10 دولار وشويه حاجات كده المطور نفسه قال عليها. فكان في فرق كبير بين عدد اللاعبين اللي بيلعبوها اللعبه ديت واللعبه الثانيه، لكن انهم عملوا ميمز عليها. واللعبه دي على عكس ما بتوحي بيها هي لعبه رعب نفسي، مش لعبه من الالعاب الحنينه دي بتاعت الانمي، لا هي لعبه رعب. طبعا انت مش هتستنى غير لما تلعبها، وانا مش هحرج عليك بقيه القصه. فيلا نشوف انت بتشغلها ازاي على المحاكي. اول حاجه تحتاجها هو محاكي مونيتور، وده انا شرحته قبل كده فانا مش هشرحه تاني عشان وقت الفيديو، بس باختصار كده هو محاكي بيقدر يشغل لك العاب الكمبيوتر على الاندرويد. مواصفاته وازاي تحمله هتلاقيه برده في الوصف او في التعليقات. هسيب لك ملف المحاكي بتعليقات مع اللعب. وتاني حاجه هتحتاجها هو ملف اللعبه نفسه، وده هسيبه لك برده في التعليقات ان شاء الله. هسيب لك تقريبا ملفين، واحد مضغوط وتاني مش مضغوط عشان لو حابب ما تخلصش الباقه بتاعتك. فلما تسطب المحاكي وتفتحه هتخش على ملف الداونلود عندك، وتفك الضغط عن اللعب باستخدام برنامج زد ارشيف هسيبه لك برضه دفعت لو انت كنت منزل لعبه مضغوطه. فهتخش من المحاكي على ملف الداونلود تفتحه هتلاقي اللعبه قدامك اهو. طبعا انت عايز تظبط الاعداد تابع بقيه الفيديو عشان تعرف تظبط الاعداد بتاعت التحكم بتاعت اللعبه عشان ما يحصلش معاك مشاكل. ولو انت جهازك ضعيف انصحك ما تنزلش اللعبه او المحاكي عامه عشان اللعبه بتحتاج جهاز قوي، وده المعالج المستخدم في الفيديو بتاع النهارده. وهتلاقي عندك برضو ادنى معالج من سناب دراجون يقدر يشغل اللعبه بشكل مقبول. はじめまして。
وبس من غير ما اطول عليكم، دي كان فيديو النهارده. لو انت عايز العاب كمان لمحاكي مولاتور لالعاب اكشن او الاجهزه الضعيفه، ما تنساش تشوف قائمه التشغيل دي اللي انا هسيبها لك في الوصف، وما تنساش تشوف بقيه الفيديوهات على القناه. ولو عجبك محتوى القناه ما تنساش تدوس لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في الفيديوهات الجايه، والسلام.